السلام عليكم ورحمة الله. طبعا رجعنا لكم بعد غياب طويل. فيديو اليوم هو جزء من سلسلة طريقة العمل على كليك بنك أو تسويق العمولة بشكل عام. طبعا فيديو اليوم رح نشرح طريقة اختيار المنتج المناسب لكسب ثقة العميل عشان نحقق لنا أعلى عمليات بيع ونقدر نحقق أعلى عمولة. طبعا فيديو اليوم أنا ما رح أشرح طريقة التسجيل بكليك بنك، فأنت لازم تكون مسجل في كليك بنك. أنا شارحه بفيديو سابق، رح تلاقوا فيديو في قناتي اللي هو ظاهر أمامنا، رح أترك لكم رابط الفيديو بالوصف الخاص بهذا الفيديو. انتظرونا بعد الانترو. كنا نعرف ان تسويق العمولة عملية تسويق لمنتجات موجودة على الانترنت. طبعا هاي المنتجات احنا ما بنملكها، لكن احنا كمسوقين بالعمولة بنقوم بتسويق هذا المنتج. اي عملية بيع بتتم من خلالنا احنا بنربح عمولة. طبعا من اشهر برامج تسويق بالعمولة الموجودة على الانترنت هو كليك بانك وامازون. في مواقع كثير ثانية كمان انا شارحها في فيديو ثاني، راح تلاقوا رابط الفيديو بالوصف. طيب انت شو وظيفتك كمسوق بالعمولة؟ طبعا الفيديو اليوم زي ما ذكرت سابقا انه هو جزء من سلسلة فيديوهات قادمة او كورس كامل راح نشرح فيه طريقة العمل على كليك بانك او تسويق بالعمولة بشكل عام. هذا الفيديو جزء اساسي من هذا الكورس، فيفضل انك تحضر الفيديو بشكل كامل لانه موجود فيه معلومات بتهمك كثير. خلونا نبدا. انت شو وظيفتك كمسوق بالعمولة؟ طبعا انت لازم تبحث عن المنتج المناسب للعميل، فهذا الفيديو مهم كثير لانه راح يورجيك كيف تختار المنتج المناسب لك كمسوق بالعمولة وكيف راح يكون مناسب للعملاء اللي راح تبدا تسوق لهم. تسويق بالعمولة بتركز بشكل اساسي على كسب ثقتك للعملاء اللي انت قاعد تسوق لهم منتجات، فان شاء الله راح نشرح في هذا الكورس اول شيء كيف تختار منتج مناسب لتبدا تسوقه، وبعدين تاخذ رابط هذا المنتج، تاخذ ادوات التسويق وتبدا استراتيجيه التسويق. طبعا استراتيجيه التسويق راح نشرحها بالفيديو القادم اللي راح ننزله على القناه. طبعا الكورس بتكون من 3 فيديوهات او 4 فيديوهات، لسه انا مش عارف، لكن يفضل انكم تحضروا الفيديوهات بشكل كامل. وكمان بتمنى منكم انكم تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك عشان ترتفع هاي القناه واقدر انا انزل فيديوهات تفيدكم وتفيدني بنفس الوقت. يعني انا بتمنى منكم انكم تدعموا القناه عشان انا اقدر افيدكم وانزلكم فيديوهات اول باول. طبعا غبت كثير عن القناه والان راح ارجع لكم فيديوهات كثير كثير راح تفيدكم ان شاء الله في طريقه العمل على الانترنت. خلونا نبدا بشرح الفيديو. زي ما ذكرنا سابقا انه من افضل مواقع تسويق بالعموله على الانترنت هو موقع كليك بانك. مش راح اشرح انا طريقه التسجيل فيه، طبعا راح تلاقوا رابط الفيديو موجود بالوصف وشرح كامل لكليك بانك وطريقه التسجيل فيه. عشان احنا ننتقل للمنتجات الموجودة على كليك بانك ونبدأ نسوق لهذه المنتجات، أول ما تقوم بالتسجيل دخول على موقع كليك بانك من السايد بار راح يطلع عندك مجموعة من الخيارات، راح نضغط على الأفليت ماركت بليس زي ما هو ظاهر أمامنا. بعد ما نضغط على أفليت ماركت بليس راح تظهر الواجهة الظاهرة أمامنا موجود فيها مجموعة من الخيارات. طبعا احنا راح نختار التوب اوفرز. طبعا في 3 خيارات، النيو اوفرز اللي هو العروضات الجديدة، والتوب اوفرز أعلى عروضات. الآن خلونا نضغط على التوب اوفرز. بعد ما ضغطنا على التوب اوفرز هو نقلني على مجموعة من المنتجات الموجودة على كليك بانك. خلونا نطلع للأعلى، خلونا نشرح كم من شغلة سريع قبل ما نتعرف كيف نختار المنتج المناسب لنبدأ نسوق له. خلونا نتعرف أول شيء على الأرقام الظاهرة أمامنا. أول شيء جرافيتي سكور. جرافيتي سكور في كثير ناس بيشرحوه إنه أنت لما تختار منتج على كليك بانك يفضل إنك تختار منتج عليه جرافيتي سكور عالي أو جاذبية عالية. أنا طبعاً ما بفضل هذا الشيء. ليش؟ لأنه الجرافيتي سكور هو بالمعنى الصحيح مثلاً هذا المنتج عليه 680 جرافيتي سكور أو عليه جاذبية 680. طبعاً هذا الرقم بدل على إنه أكبر عدد من المسوقين بالعمولة اللي بربحوا من وراء هذا المنتج. أنا يعني بفضل انك تبتعد عن هذا المنتج لانه هذا المنتج بيحتل كثير مسوقين بالعمولة وقاعدين بيسوقوا لهذا المنتج وبربحوا من خلاله، فهذا الرقم كثير كثير عالي. عشان هيك انا عامل نسبة معينة انت تبحث فيها عن هاي المنتجات اللي هي نسبة جرافيتي سكور. يعني انا بفضل كمان انك تبتعد عن المنتجات اللي بتحتوي على جرافيتي سكور يساوي 0. دائما اختار منتجات جرافيتي سكور تبدا من 10 كحد اعلى 150 جرافيتي سكور. طيب خلونا ننتقل للخيار الثاني اللي هو كونفرجن او العمولة الخاصة فيك انت كمسوق بالعمولة. يعني مثلا المنتج الظاهر امامنا، انا اذا قمت بالتسويق لهذا المنتج حصلت مبيعه، فانا راح احقق 146.29 دولار على كل مبيعه انا بكون فيها لهذا المنتج. طيب الرقم الثالث اللي هو ريستورنج ريبيل. طبعا هذا الرقم يعني انا مثلا انا كعميل اشتريت هذا المنتج لاول مره، المسوق اللي قام ببيعي هذا المنتج راح يربح 146 دولار لاول مره. طب انا رجعت كمان مره اشتريت نفس هذا المنتج، فالمسوق راح يربح 4.19 دولار. فهذا المنتج يعني متكرر الربح منه، لكن كأول عملية بيع أنت كمسوق بالعمولة رح تربح 146 دولار. في عندنا هون مجموعة من الخيارات كثير مهمة، طبعا كمان أنا شارحها بالفيديو اللي رح أترككم الرابط تاعه بالوصف. هون أب سيل فلو، يعني هذا المنتج بحقق أعلى عمليات بيع. مثلا كمثال، إذا كل 10 عمليات أنت كمسوق بالعمولة حولت لهذا المنتج 10 عملاء، فممكن أنهم يشتروا المنتج كمثال
خمسة من هذول العشرة بيشتروا هذا المنتج، يعني هذا المنتج عليه عمليات تحويل أو أبسيل كثير كثير عالية وكثير جيد إلك أنت كمسوق بالعمولة. طبعا عملية التسويق بتعتمد 50% عليك و 50% لما العميل يدخل على المنتج، فهون بتعتمد 50% الثانية على صاحب المنتج. يعني أنت كعميل، أنت كمسوق بالعمولة أقنعت العميل باستراتيجية معينة رح نشرحها بالفيديوهات القادمة، أقنعت العميل والعميل بالنهاية دخل على صفحة المنتج. هسا دور ال 50% الثانية على صاحب المنتجات، كيف يقنع العميل انه يكمل عملية الشراء للمنتج، او مثلا ما اقتنع العميل وضل طالع من الصفحة ما اكمل عملية الشراء. يعني لازم انك انت تدور على منتج بحل مشكلة معينة للعملاء، هذا اول اشي. طيب نكملها. طبعا هذا المنتج فيزيكال برودكت وان تايم، الربح مرة واحدة اللي هي 146 دولار. طبعا هان في ريكورينج، يعني العميل كل ما نفس العميل اللي انت حولته هذا المنتج اول مرة راح تربح منه 146 دولار، لما يكرر عملية الشراء زي ما ذكرنا راح تربح انت 4.19 دولار. طبعا باغلب المنتجات في كمان عملية السي بي اي اللي هو عملية الربح من كل نقرة، يعني العميل لما يدخل الموقع، لكن لازم تتواصل مع صاحب المنتج. طبعا هذا المنتج كمان بيحتوي على افليت تولز، هذا امر كثير مهم، فانا دائما بفضل انك تبتعد عن المنتجات اللي ما بتحتوي على افليت تولز، يعني ما بتحتوي على ادوات تسويق لك كمسوق بالعمولة. هذا المنتج موبايلي فريندلي. طبعا كمان في على السايد بار في عندنا كاتيجوري وفي عندنا مجموعه من الازرار المهمه. اول شيء عندنا كاتيجوري، خلونا نحكي شوي عن اكثر كاتيجوري رابح على كليك بانك، يعني اكثر منتجات انت كمسوق بالعمولة يفضل انك تختارها، هي اكثر منتجات ربحا على كليك بانك. اول كاتيجوري الاكثر ربحا هو الهيلث اند فيتنس، يعني المنتجات الخاصه بالهيلث والفيتنس. ثاني كاتيجوري اللي هو الاي بزنس والاي ماركتينج، اللي هو المنتجات التعليميه خاصه بالعمل على الانترنت، تعليميه خاصه بالتسويق على الانترنت. يعني المنتجات التعليميه انا بفضل كمان بعد الهيلث اند فيتنس. واخر كاتيجوري مربح على كليك بانك اللي هو السيلف هيلب. طبعا السيلف هيلب انا بفضل انتم تبتعدوا عنه، لكن هو من المنتجات المربحه على الانترنت او التسويق بالعموله. لكن السيلف هيلب بتحدث عن طريق يعني حماية الذات أو مساعدة الذات، يعني كيف تشعلكم مثلا واحد كيف يحمي أولاده، مثلا واحد عايش بالصحراء كيف يضل عايش. يعني هاي المنتجات هي مرغوبة بالدول الأجنبية، لكن عنا إحنا كمسوقين عرب ما رح نعرف نسوق لهاي المنتجات. فأنا بفضل تبتعدوا عن هاي المنتجات، تختاروا الهيلث أند فيتنس أو أي منتج تعليمي. ممكن كمان تختاروا الكوكينج أو الفود، يعني اللي هي منتجات الكتب الخاصة بالطبخ أو تعليم الطبخ أو هاي الأمور. طيب ننزل لتحت، فيها عندنا أفليت ريسورسز. الافليت ريسورسز بقدم لنا مثلا انت بدك تختار الافليت تولز بيج، يعني المنتجات اللي بتحتوي على افليت تولز بيج، وهذا شيء كثير مهم. ما تختار، ابتعد عن اي منتج ما بيحتوي على ادوات تسويق. طبعا هون اللانجوج، المنتجات مثلا هاي المنتجات عليها انجليزيه، منتج انجليزي يعني او اللغه بتاعت المنتج باللغه الانجليزيه، وهذا انجليزي. فهون اذا انت مثلا حاب تسوق لدول ثانيه، حاب انت بتفهم بلغه ثانيه، فممكن هون تختار لغة ثانية. لكن هو الأفضل أو المنتجات الأكثر مبيعا على كليك بانك اللي هو المنتجات اللي باللغة الإنجليزية. طبعا هاي الخيارات أنا شرحها بالفيديو السابق، فما رح أشرحها هسه بشكل عام، لكن إحنا عشان نختار المنتج فرح نستخدم بعض هاي الخيارات لاختيار المنتج المناسب. طيب هسه أنا كيف بدي أختار المنتج على كليك بانك؟ طبعا زي ما ذكرت بالبداية لازم نبتعد عن الجرافيتي سكور العالي كثير، وكمان لازم نبتعد عن الجرافيتي سكور اللي يساوي صفر، يعني المنتج ما عليه جاذبية بالمرة، نبتعد عنه. منتج عليه جاذبية عالية نبتعد عنه. عشان هيك أنا حاط رقم مناسب جدا إلك أنت كمسوق بالعمولة تبحث عنه على كليك بانك. فمننزل للأسفل هان في عندنا خيار اسمه الجرافيتي، بنحط المينيموم 10 والماكسيموم بنحطه 150، يعني يفضل أنت تبحث عن المنتجات بين 10 و150. هيك حط لي المنتجات بين 10 و150 جرافيتي، يعني زي هذا المنتج 136. انا طبعا بفضل انت كمسوق بالعمولة، يعني اذا لقيت المنتج اقل من 100 جرافيتي كمان هذا بكون المنتج كثير مناسب لك كمسوق بالعمولة. غير هيك احنا حطينا طبعا صفالة الريزورت صارت 282 عملية نتيجة بحث. كمان غير هيك انا بدي احكي له ما تطلع لي منتجات بدون افليت بيج، فرح انزل للاسفل واختار من الافليت ريسورسز، راح اعمل صح على الافليت تولز بيج. هيك كمان نزل لي النتيجه ل 260. هذول النتائج اللي ممكن، يعني هذول المنتجات ال 260 منتج اللي ممكن ابحث فيهم وعن المنتج المناسب وابدا اسوق لهذا المنتج. طيب هسه انت كمسوق بالعموله، في يعني في مقوله كثير خاطئه بشرحوها على اليوتيوب، انك انت لما تدخل على كليك بانك ابحث عن منتج ذات العموله العاليه. فانا هذا الشيء
خاطئ 100%. ما مش ضروري انت تدور على منتج، بس انه هان الكونفرجن او العموله تاعته تكون عاليه، فيلا انا ببدا اخذ رابط المنتج وببدا اسوق له، لا هذا شيء غلط. مرات في منتجات عليها نسبه عمليات بيع لكن عمولتها كثير واطيه، لكن هذا المنتج يعني بحل مشكله للعميل ومنتج كثير كثير جيد انت بتقدر تسوق له، راح يجيب لك عمولات وارباح اكثر من المنتج عمولته عاليه لكن ما عليه عمليات بيع. يعني شو ما سوقت لهذا المنتج ما راح تحقق عمليه بيع. فمش شرط انت تختار، يعني ابتعد عن المنتج اللي عليه عمولة عالية. ثاني اشي انت اختار منتج حسب خبرتك، يعني لازم يكون عندك معرفة بمجال ما. مثلا انا يعني فيش منا شخص ما بيعرف، يعني لو اقل معرفة خفيفة، فانا راح اختار كاتيجوري الهيلث اند فيتنس. هيك دخلت على كاتيجوري الهيلث اند فيتنس صار عندي 124 نتيجة. يفضل انت لما تسوق للمنتج مش انه خلاص يلا انا اخترت هذا المنتج ابدا اسوق له اخذ البروموت وادخل على الافليت بيج، لا انت ادخل على صفحه المنتج وتعرف على المنتج. يعني انت اعتبر حالك عميل، وانت لما دخلت على صفحه المنتج هذا المنتج شو بدي يقدم لي، يعني انا ليش بدي اشتري هذا المنتج، فتعرف على المنتج عشان تعرف تستهدف عملائك المناسبين ليشتروا هذا المنتج. فهذا امر كثير كثير مهم. طيب خلونا الان احنا هيك يعني بعد ما حددت الجرافيتي اللي بدي اياه، وحددت انه المنتجات طبعا حددت الكاتيجوري اول شيء، حددت الجرافيتي، حددت انه بدي المنتجات اللي بتحتوي على افليت تولز بيج، طلع لي 124 نتيجه. هسه دوري انا كمسوق بالعموله ادور بهي النتائج على المنتج المناسب، المنتج اللي يقنعني انا كمسوق بالعموله قبل ما يقنع العميل وابدا اسوق لهذا المنتج. خلونا ننزل لاسفل. مثلا ان هذا المنتج جرافيتي سكور تاعه 143. اول شيء لازم اعمله افوت على صفحه المنتج، لازم اتعرف على المنتج، هذا المنتج شو بيسوي. طبعا زي ما هو ظاهر امامنا المنتج، كمان راح احكي لكم شغله سريعه، بعض المنتجات على كليك بانك لما تدخل على المنتج المنتج بحولك لفيديو، فهاي فيديو يعني بس بيطلع لك فيديو هان شغال مدته مثلا 10 دقائق ربع ساعة ما عليه اي كلام، بس هو فيديو لازم العميل يحضره. هسه راح اعطيكم مثال عليه من هذا المنتج، فانا هذا المنتجات يفضل انك تبتعد عنها. فمثلا اخترنا هذا المنتج، اول شيء علينا لازم نقرأ هذا المنتج نتعرف عليه، يعني هذا المنتج شو بيسوي للعميل. انا بدي اسوق لفئة من الناس، انا بدي اعرف شو بدي شو قاعد ببيع لهم عشان احقق عمليات بيع. طبعا زي ما ذكرت سابقا أهم عملية في التسويق بالعمولة هي كسب ثقة العميل، فإن شاء الله رح نشرح عنها بالفيديو القادم. وبرجع بعيد وبكرر، لا تنسى تشترك في القناة عشان تقدر تستفيد وأقدر أنا كمان أستفيد. طيب ننزل للأسفل هيك نتعرف إحنا على المنتج. طبعا أنا الآن بهذا الفيديو ما رح أقرأ المنتج، لكن أنت كمسوق بالعمولة يفضل أنك تقرأ المنتج بشكل كامل، اقرأ الصفحة هاي كلها. طبعا هون بقدم 2 فري بونس، يعني اذا العميل اشترى المنتج راح يطلع له هدول الكتابين بشكل مجاني. ننزل للاسفل نتعرف على المنتج بشكل افضل، بنقرا الريفيوز المراجعات شو الناس بتحكي عن المنتج. طبعا الريفيوز كمان بيساعدنا اثناء التسويق لهذا المنتج، يعني بنعرف العملاء شو استفادوا من المنتج، شو سوالهم من المنتج، فالريفيوز كثير كثير مهم للتسويق للمنتجات الافلييت. طبعا هذا الفيديو كمان مش بس لموقع كليك بانك، لاي موقع تسويق بالعموله انت بتشترك فيه وبتختار منه منتجات. ننزل للأسفل نتعرف على سعر المنتج. طبعا ست الوان بوتول او العلبة واحدة 59 دولار، الست بوتولز طبعا هذا شهريا يعني بيبعتوا له البوتولز 234 دولار وما الى ذلك. طيب انا هيك بكون تعرفت على المنتج. طبعا يعني الفيديو عبارة عن شرح فانا ما قرأت المنتج، لكن انت كمسوق بالعمولة برجع بعيد واكرر اقرأ المنتج بشكل كامل، اتعرف عليه، ادخل على الموقع بشكل كامل، ابحث بالموقع وتعرف على المنتج. نعتبر انه انا زي ما تعرفت على المنتج عجبني المنتج. طيب نرجع على الماركت بليس بدنا نشوف الافليت بيج الخاصة بالمنتج، نتعرف على الادوات التسويقية. انا كمسوق بالعمولة انت شو بتقدم لي ادوات بتساعدني على تسويق المنتج الخاص فيك. راح نفتح الافليت بيج وندخل على الافليت بيج او ادوات التسويق الخاصة بالمنتج. ننزل لأسفل نشوف ايش بقدم لنا. طبعا هون امر كثير مهم، انتر يور افليت اي دي. زي ما ذكرت سابقا انه في بعض المنتجات بتدخلكم على صفحة فيديو، مثلا خلوني اول اشي اكتب الافليت اي دي، هيك بكون دخلت الافليت اي دي الخاص فيني انا كمسوق بالعمولة. طبعا هون في عنا امور كثير كثير مهمة، خلونا نتعرف عليهم نحكي عليهم شوي. انا ذكرت سابقا انه في بعض المنتجات على كليك بانك لما تسوق للرابط الخاص بالمنتج، الرابط المنتج بنقل العميل لصفحة بس فقط فيها فيديو. فهذا المنتج هو بحكي لي لما ابني رابط الافليت الخاص فيني بيقول لي مثلا انت بدك تنقل العميل للفيديو. طبعا فيها عندنا كلمة شو ادفانس راح نعمل عليها، راح نضغط عليها عفوا. ايضا عندنا مجموعة من الخيارات الثانية. طبعا الرابط بالاسفل زي ما هو ظاهر امامنا هذا هو الرابط، هذا الرابط راح ينقل العميل
لصفحة فيها فيديو وصفحة بتطلع فيها كمان بوب أب. كمان أنا بفضل تبتعد عن المنتجات اللي بتطلع اللي هي نافذة منبثقة. يعني مثلا خلوني أنسخ الرابط هذا عشان أشرح لكم بالضبط، ونعمل لصق ونبحث عن المنتج. طبعا هو هذا رابط الأفلييت الخاص فيني أنا كمسوق بالعمل. زي ما هو ظاهر أمامنا شايفين، نقل العميل على صفحة بس فيها فيديو، بيشتغل الفيديو ما فيها أي مبيعات، يعني ما بتحكي عن المنتج، ما بتشرح للعميل عن المنتج. طيب شو البوب أبس؟ هسا نستنى شوي ورح تظهر أمامنا شو هي البوب أبس أو النافذة المنبثقة. زي ما هو ظاهر أمامنا هاي تسمى النافذة المنبثقة. طبعا أنا استنيت قصيت الفيديو عشان ما نستنى ما أخر عليكم الفيديو. هاي هي النافذة المنبثقة، هاي بتطلع للعميل وبكون موجود فيها بعض الشرح بحيث أنه العميل يتخذ إجراء. فأنا بفضل كمان تبتعدوا عن المنتجات اللي بتخلي العميل، يعني اللي بتظهر نافذة منبثقة لما العميل يتحول على صفحة المنتج. رح أضغط إكس، رح أضغط إكس أرجع على المنتج وأروح على الأفليت تولز. فهون هذا المنتج مقدم لي مجموعة من الخيارات. فهان عنا خيار الأوتو بلاي إنه شغل الفيديو بشكل تلقائي، وهان عنا إكزيت بوب أب يعني يظهر للعميل نافذة منبثقة. لكن في عنا زي ما ذكرت في عنا أدفانسد أوبشن يعني خيارات متقدمة. هون شو الصفحة اللي انت من خلال الرابط راح تودي العميل عليها. فانا راح اغير الصفحة كاملة، راح اوديه على البراندد او على المنتج. ده مظهر امامنا لغالي الاوتو بلاي، يعني لغالي الفيديو، لغالي البوب اب، لغالي كثير امور ثانية. فهسه راح ارجع، راح اقوم بنسخ الرابط وارجع افتح بصفحة جديدة عشان اورجيكم العميل وين راح ينتقل لما انا اسوق هذا الرابط. عملنا بحث زي ما هو ظاهر امامنا، تغيرت الصفحه بشكل كامل، نقلته على صفحه المنتج. من خلال هاي الصفحه راح يتعرف على المنتج بشكل افضل، راح ينزل الاسفل وراح يتم عمليه الشراء من خلال هاي الصفحه. فهاي الصفحه بتجذب العميل اكثر من الفيديو. الفيديو في بعض العملاء بينزعجوا منه، وبالذات كمان البوب ابس او النافذه المنبثقه كمان بتسبب عمليات ازعاج، فهيك انت راح تقلل من عمليات البيع او التسويق لهذا المنتج. نرجع نفتح، نرجع على صفحة الأفليت تولز. هيك بكون فهمنا انت كيف تنشئ رابط الأفليت الخاص فيك كمسوق بالعمولة. طبعا مش كل المنتجات اللي بيقدم لك الاوبشن الظاهر امامنا، يعني بعض المنتجات لا بعطيك خيارات ثانية، لكن اغلب المنتجات انه ممكن انه تساعدك مثلا بتكاش تودي عملائك على صفحة فيها فيديو. بعض المنتجات بتقدم لك روابط او اكثر من رابط حسب انت وين بدك تودي العميل. هلو ننزل للأسفل. طبعا تراكنج بيكسلز إيش رح نتحدث عنه فيديوهات قادمة. تراكنج بيكسلز هو بيكسلز عشان تربط يعني لما تعمل إعلان على الفيسبوك أو ياها أو جوجل أو ما إلى ذلك، ففي بيكسلز خوارزمية عملية ربط بتطلبها منك فيسبوك أو ياهو أو ما هذا الأمر. ما رح نحتاجه بالكورس رح نشرحه، فرح نتخطى الإيميل سويبس. طبعا الإيميل سويبس إشي كثير 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 مهم إحنا نحتاجه في الكورس هذا عشان نبني ثقة العملاء، ونحتاج كل الإيميلات الموجودة أمامنا. كمان ممكن إحنا نكتب إيميلات. طبعا هذا المنتج بقدم لنا 5 إيميلات، وهاي 5 إيميلات كلها راح نستخدمها باستراتيجية التسويق بالفيديوهات القادمة. ويفضل إنكم تحضروا الفيديو بشكل كامل عشان تفهموا الاستراتيجية وتبدأوا تشتغلوا بالاستراتيجية. طيب هون بعطيني مثلا expert tips يعني نصائح، بقول إنه أرسل العميل على صفحة الـ VCL عشان تحصل على أفضل كوميشن. التبس الثاني بيقول لك send to all unopens 24 hours after your first email، يعني بيقول لك انه ارسل هاي الايميلات بعد 24 ساعة من فتح الايميل الاول. الايميل الاول رح نحكي عنه، طبعا الايميل الاول انت اللي بتكون محضره كمسوق بالعمولة بحيث تجذب العملاء، وكمان رح نشرحها بالفيديو القادم. هذا الفيديو بس خاص بانه كيف نختار المنتج. طيب ننزل الاسفل. هذا الايميل سويب بتحدث فيه، هذا طبعا اللي راح ينرسل او يتم ارساله للعملاء اللي انت راح تستهدفهم. انزل للاسفل هون برودكت ايميج، كمان بعض الصور اللي ممكن تفيدك انت كمسوق بالعمولة. كمان بننزل للاسفل هيك بكون خلصوا ادوات التسويق. عندنا هان كونتاكت اس، ممكن احنا نتواصل مع صاحب هذا المنتج بحيث يقدم لنا كمان ادوات ثانيه، او ممكن انه نتواصل معه عشان يرفع لنا من عموله هذا المنتج. هيك بيكون خلصوا الادوات، يعني هو مش مقدم لنا ادوات كثير، لكن هاي الادوات ممكن انها تساعدنا لنبدا نسوق لهذا المنتج. طبعا زي ما هو ظاهر امامنا هو مقدم لنا هدول صور اللي هم الكتب الموجودين على صفحه المنتج الرئيسيه. اذا نطلع للاعلى
فهذا الكتاب الأول، هذا الكتاب الثاني، هو بقدمهم للعملاء بشكل مجاني. فنرجع نعيد ونذكر طريقة اختيار المنتج. ابعد عن المنتجات اللي عليها جرافيتي عالي، وابعد عن المنتجات اللي عليها جرافيتي صفر، جرافيتي سكور. ما تختار فقط منتج حسب انه عمولته عالية، لا، اختار منتج حسب اهتمامك، ومنتج يحل مشكلة للعميل. وكمان عشان نختار منتج شرحناها، ابعد عن المنتجات اللي بتودي العملاء على صفحة فيها فيديو او صفحة فيها اللي هو النافذة المنبثقة، ودائما اختار منتجات تحتوي على روابط افلييت. تعرفنا شو هي اهم الكاتيجوري اللي ممكن نختار فيها منها منتجات رابحة. فهيك بنكون عرفنا كيف نختار المنتج المناسب لنبدأ نسوق له. انتظرونا بالفيديو القادم. طبعا هذا الفيديو كثير مهم لك، قبل ما نبدأ بالفيديو القادم عشان هيك انا نزلت هذا الفيديو، كيف تختار انت المنتج المناسب كمسوق بالعمولة. انتظرونا بالفيديو القادم اللي راح نبدأ فيه باستراتيجية التسويق لمنتجات كليك بانك. طبعا ممكن انا من الممكن اني اسوق لهذا المنتج. طبعا لا تنسوا تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان تدعموا القناة واقدر انزلكم فيديوهات اول باول. الى اللقاء.